وهذا هو اخونا عبد الرحمن السكيتي صاحب الشركه. يا مرحبا بك عبد الرحمن. ما شاء الله جهود جدا جميله ورائعه وجميل للامن والسلامه للبيوت ورفاهيه في ذات الوقت. حياك الله أبو سيف. الحقيقة يعني شركتنا هي عبارة عن شركة مختصة بأجهزة التحكم الذاتية للبيت، يعني مثل ما يقولوا سمارت هوم. وصلنا بحاجة كبيرة إلى هذه البرامج وهذه الأنظمة في البيت، بحيث إنه يعني تسهلنا كثير من الأشياء اللي هي تتعامل مع التكييف، مع الإضاءات، التحكم بالأبواب والستائر، ونظام حماية كامل في البيت من السرقات. عبارة عن منصة متكاملة تتحكم جميع الأجهزة في البيت عندك، عن طريق الايباد، عن طريق الهاتف، عن طريق ريموت كنترول، او عن طريق الصوت في الاجهزه مثل اليكسا وغيرها. مثل الاضاءات ممكن تتحكم بجميع الاضاءات الموجوده معك في البيت. طيب هذا الحين الاضاءات، عندك الصوتيات، عندك اضاءات القفل الذكي. نفتحه مره ثانيه. ممتاز. والنوافذ بعد في النوافذ خدمه طبعا الكيرتن، وبالاضافه الى السمارت كلاس. السمارت كلاس عندك مثال هذا ممتاز. يا سلام، يتحكم فيها من هنا. مثل ما شايفين هذا الجهاز تقدر تتحكم فيه بكل شيء، مثل ما شفنا قبل شويه القفل من هنا، الليتات، ايضا المصابيح في البيت، بالاضافه ايضا الى المكيف والتلفزيون كذلك والنوافذ. انت جالس في البيت في غرفه النوم في اي مكان وحد دخل فجاه البيت، تامن البيت يعني ممتاز. حد يدخل على طول، على طول ايش يصير؟ اوه مكيفات على وجه التحديد يا عبد الرحمن. مكيفات وطبيعة الحال الحين تقدر تتحكم بالمكيفات على راحتك، ممكن تضبط عليه درجة معينة من درجة حرارة مثال 25، في حالة زاد درجة حرارة 25 بيشتغل المكيف، في أنه أقل ما زال الوضع يعني هادي، وأنت على رغبة الشخص نفسه يعني. ممتاز. ودرجة التبريد كيف؟ تقدر تتحكم فيها؟ تقدر تتحكم فيها وتقدر يعني تخليها أوتوماتيك تتغير. على الآن عندنا مجموعة أجهزة متكاملة، مثال هو أجهزة الحرائق الموجود، هذا من أفضل الأجهزة يعتبر من نست كامباني، يعمل لك الألارمز في البيت، أجهزة تتحكم فيها من كل حاجة في البيت، مثال الإضاءات مثل ما تشوف، كل الإضاءات ممكن تتحكمها منفردة، أو سواء إنك تحدد إن سيناريو معين يريد الشخص بنعمله، مثلا يريد أغير الغرفة الفلانية والصالة الفلانية، حلو، بضغط الزر واحدة تقدر تغير أي شيء. هذا في الإضاءات. أتوقع هذا الخاص بالغاز صح يا عبد الرحمن؟ هي نعم أبو سيف، هذا خاص بالغاز في حالة إنه لا سمح الله صار ليك في الغاز تسرب، فبيعمل لك مثل ما تقول غلق كامل لأنبوبة الغاز ويفتح لك النوافذ. مثل ما خبرتك أبو سيف، هذا الجهاز اللي هو يضبط لك درجة الحرارة موجودة في الغرفة، مثال ضبطها على 24 خلاص، لما تنقص لما تزيد درجة الحرارة بيشتغل أجهزة. أبداً أي شيء ما يتغير، ها يكون مثل ما هو نفسها، فقط نضيف لك الإضافات ونخلي بيتك ذكي.